السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرمنا اليوم بالإفطار دعوة، الحقيقة دعوة أعتبرها مباركة من أخونا الأستاذ يوسف الجراح، وكرمنا في مكتبه ما شاء الله تبارك الله، حتى الورد مرصوص رأس ما شاء الله حبيب قلب الله يسعدك، نبغى يعطينا كلمة من القلب إلى القلب كل المشاهدين والمستمعين. يا ربي يسعد، والله شرفتنا وبعدين إيش الدعوة وأنت تجي هذا المكان مكانك. لا لا والله عزيز ويبارك يعني من تجربة حياتك كلمة للشباب، تعرف شباب ألوف يسمعون الآن مئات الألوف. اللهم آمين. يعني من قلبك لقلبه، والله من قلب للقلب. أجمل شيء إنه يكون جليسك وصاحبك مثل الشيخ الطيب. لا استغفر الله، والله لا لا يعني في الدنيا هذه كلها تكلم جليسه ينفع ولا يضر، بالضبط يبني ولا يهدم، هذا يجمع ولا يفرق. جزاك الله خير، وهذه قاعده الحياه. انت قلت عني طال عمرك. طيب بس شو رايك الفطور؟ والله فطور بالامانه، الفول جاي من المكسيك. انا قلت لك البيض لا لا جاي من المكسيك، من المكسيك من المكسيك، ومطحون في بلغاريا، في بلغاريا، في بلغاريا، ومطبوخ في مصر، في مصر نعم، وواصل الرياض. اللي واصل طال عمرك واحد من الشباب. يدك يدك يا حبيب قلبي، الله يكرمك، الله يحفظك ويسعدك ودعواتك للوالد. الله يلبسك العافيه ويرفع عنك ضرك سبحان الله يا رب، ويعجل بالشفاء انه قادر سبحانه وتعالى. السلام عليكم.